كساكنه ديال مدينه طنجة الخبر ماشي جانا مفاجئ، وانما كنا متوقعين بان غيكون غيجي واحد اللحظات من اللحظات غادي يكون هذه الاستقاله الجماعيه. بالنسبه خصنا مكتب جديد، خصنا صراحه باش يعطي لهاد الصوره لهاد البلاد هادي، وسيرتو على صعيد كره القدم، لان محتاجين يكون مكتب جديد وبافاق جديده وان شاء الله تعالى وديناميكيه جديده، لان ربما ولفنا على ديما الاسم القديم، ديما الاسم القديم، ربما نشوفوا الجديد يكون مكتب جايب بواحد الطموحات اكثر من هذا اللي هو استقال. ما جاتناش مفاجاه بطبيعه الحال، مكتب عادي جدا. الا كانت الاستقاله ديالو كنا منتظرها منذ زمن باهظ، ماشي. اذا حنا تنتمناو بان المكتب اللي غادي يشد هذا المكتب الجديد يكون متطلبات الجمهور الطنجاوي، المتطلبات ديال الناس ديال الصحفيين كذلك، باش يكون الجديد. تنتمنى تكون طنجة في حلة جديدة. والخبر اللي جا زعما شنقول لك مزيان للسكينة، علاش؟ بان حيت هذه المدينة هذه العظيمة والجميلة وخسارة ما عندها شي، واش هذه المدينة هذه ما تكونش عندها شي فرقة كبيرة مزيانة؟ الجمهور والله ما كاين في المغرب مسقول لي لا رجاء لا وداد، راه اتحاد طنجة. ولكن ما ملي مشى بحالو خصنا إدارة جديدة، واللي عندهم الغير على هذه البلاد هذه وعلى هذه المدينة هذه، خصوصا مدينة طنجة، راه مدينة طنجة الكبرى. ألور خصنا الجديد والمكتب يكون في المكان المناسب، هادشي اللي كاين. ويجيب ملاعبيه صحاح يا ضروري، ويجيبوا ملاعبيه مزيانين. علاش؟ ورا راضي طنجه، كاين الفلوس كاين الامكانيات، الجمهور كتجبر دائما 40000 45000 متفرج بنادم كيمشي، ايوا، والناس كتمشي وما كاين حتى شي حاجه حشومه. دابا مزيانه ملي مشى الرئيس جيبوا لنا رئيس اخر بحق يكون في المستوى. حنا كسكينه طنجه التقينا بهذا الخبر هذا ديال تغيير المكتب، كان في المستوى، بغينا شي مكتب جديد اللي دعم هذا الفريق. هذه راه طنجه بوابه المغرب، هذه راه بوابه المغرب. من هنا تكونوا لعابه، من هنا تكونوا اوتور، من هنا تكونوا بزاف الحوايج. بغينا مكتب جديد اللي دعم هذا الفريق، وديما اتحاد طنجه وبيبا اتحاد طنجه. جمهور احسن بوبليكو في العالم، مكلاسي اول بوبليكو في العالم، لا من ناحيه الادب، لا من ناحيه الاخلاق، لا من ناحيه ديال التيفو ديالو كي كيطلع، لا من ناحيه كلشي. الو خصنا شي فريق اللي يكون وراء هاد البوبليكو هذا، باش حتى حنا كنعطيو وكنطلعوا حنا ولادنا اخوان ديالنا النساء ديالنا كلشي كيطلع. الو خصنا نشوفوا واحد الفريق اللي في المستوى، وكنشكروا شوف تي في على هاد. حنايا كسكينه مدينه طنجه تلاقينا خبر ديال استقاله المكتب المسير. احسن حاجه سمعنا في هذا النهار هي هذه، فرحنا من القلب ديالنا، والله يعاونهم ابو يوسف يمشي بحالو الاتحاد ماشي ديالو. المهم حنا اليوم كنفيقوا على خبر ان المكتب المسير ديال اتحاد طنجه تقدم الاستقاله ديالو. الخبر جانا بحال نقول لك فرحنا به. حنا ما نقدروش نقولوا ان المكتب المسير ديال اتحاد طنجه بقياده عبد الحميد ابرشان انه فاشل، بالعكس انه قدم اضافه للفريق، طلعنا قسم وطني ثاني، جبنا بطوله كنشكروه من هذا المنبر. يعني عطى بزاف الفريق، ولكن في الظرفيه انه يعني كنحتاجوا للتغيير، احتاجنا شي رئيس اللي يقدر يكمل بينا السفينه، يزيد بينا القدام. يعني التسيير اللي ماشي به دابا اتحاد طنجه وبقياده المكتب المسير الحالي اللي قدم الاستقاله ديالو، وما كرهناش هذه الاستقاله تكون حبر على ورق ماشي غير شفاهيه، ونتمنى يكون هذا الشيء هذا نهار 15 كما كيقولوا كما كيوعدوا الجمهور الطنجاوي. وكنتمنى شي يكون شي مكتب اللي نزيه وما عندوش مع المحسوبيه والزبونيه، ويكون الشفافيه في الفريق. ساكنه طنجه ومتتبعين الشان الرياضي هنايا، يعني الاستقاله ديال المكتب ديال اتحاد طنجه ما كانش مفاجاه بالنسبه لنا، كنا كننتظروا هذا منذ زمن طويل. يعني كنتمناو يجي مكتب جديد بنفس جديد يعطي لهاد المدينه يعني ما تستحقه، خاصه وان طنجه مدينه ماشي سهله ان هذا باش تكون حتى هي مراتب متقدمه بالنسبه لكره القدم. يعني فريق اتحاد طنجه خصو مكتب قوي اللي يقدر يسيرو ويقدر يزيد به القدام باش يحقق نتائج اكثر من اللي حققها في واحد العهد سابق. السلام عليكم، انا من اكادير من مشجعين الحسنيه. هذا الاستقاله ديال المكتب ديال اتحاد طنجه جا في محله، ان شاء الله كنتمناو يجي شي مكتب جديد اللي غيبني الفريق، والاكثر خصهم يبنيو من
يبداو من الشباب ديال طنجة، حيت طنجة كبيرة وفيها الدراري بزاف اللي كيلعبوا الكرة، والمهم الجمهور كيدخل التيران بزاف. نتيني انا دائما كندخل التيران يومي ملي كتلعب اتحاد طنجه، دائما كندخل. الجمهور ديالها زوين، خصها شي فرقه طنجه كبيره وما عندها شي فرقه حشومه هادشي. المهم كنتمنوا شي مكتب اللي غايجي يديها في ولاد طنجه، حيت ما كاينش اللي غايلعب الكره من قد ولاد طنجه، هما اللي غايزيدوا الفريق القدام. وكنتمنوا التوفيق لاتحاد طنجه، واخا انا من المشجعين ديال الحسنيه. المهم انا كنبغي اتحاد طنجه وكنشجعوا ديما الاتحاد وفيفا الحسنيه. السلام عليكم، حنا كساكنين مدينه طنجه، هذا الخبر اللي سمعنا راه عجبنا بزاف، هو قدم اضافه بزاف للفريق اتحاد طنجه، ولكن الحمد لله حنا ماشي مزيان، ولكن خصنا شي رئيس اللي غادي يزيد يقدم فهاد المنبر هذا، فهاد السفينه ديال اتحاد طنجه. يعني تقول شي واحد، يجي شي واحد صحيح وهادشي اللي كاين، والله يرحم اللي ماتوا.